إلى شأني الاجتماعي الآن، حيث تعيش فاطمة من منطقة شريفة بأعالي سيدي بن تمرة بتيم سمسيلت رفقة ثلاثة من أبنائها في كوخ منذ 20 سنة في وضع صعب جدا. محمد أغليش زار العائلة وعاد بالتالي. تلملم أبنائها الثلاثة في كوخ من حجر وسقف من قصب وقش. منذ 20 سنة تعيش فاطمة على بر المحسنين هنا في منطقة الشريفة بسيدي بن تمرة بأعالي مدينة تسمسيلت. أنا دوك هذا نقول بكم لما نمشي فيه الناس أصحاب الخير لوكراني في الشارع، ما نكذبش عليك أنا كراني في الشارع. الماء ما كاش، الضوء ما كاش، والطفلة راك تشوف فيها حالتها راه دايرة، قلت لك راها مريضة، ما لحقت لهمش ما نكذبش عليك، حتى يعطوني أصحاب الخير، ما نكذبش عليك، حتى أصحاب الخير يشرو لي. إحنا رانا نبيتو خايفين في الليل. تحوس غير يعطونا سكنة. ما تنفك فاطمة ترعى أبنائها من إرهاب الحاجة في مأساة تكسر الصبر والكرامة على حد سواء. تحتاج مساعدة وتحتاج كما قالوا سكنة وتحتاج كلش. راه عندها ولادها، راه مكبكت في ولادها. ولادها عندها ثلاثة ولاد، باين على راسها، راهي مخصوصة من كل جهة، أي حاجة. وحده الألم الذي يستلب هذا المكان، يرصد المعاناة ويقطع ظاهر الإنسانية وباطنها. عل أن تجد رسالة فاطمة أملا لتحقيقها.